ولمتابعة الأوضاع من الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز كريم كمال. كريم، بعد التحية، ما هي آخر التطورات لديك؟ سمر، يعني الجديد هنا من أمام معبر رفح من ناحية مصر، تحركت من الأراضي المصرية 25 شاحنة من المساعدات الإغاثية والإنسانية بعد توقف ليومين، يوم السبت ويوم الجمعة. كان معبر كرم أبو سالم مغلق أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية كما ذكرت إليك. بالفعل تحركت من الأراضي المصرية 25 شاحنة من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تحتوي على المستلزمات الطبية والمستلزمات الغذائية بأنواعها التي يحتاج الأشقاء بداخل قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى 7 شاحنات من مشتقات المواد البترولية. هذا العدد هو عدد قليل وضئيل للغاية ليلبي احتياجات الأشقاء بداخل قطاع غزة. ففي تقرير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية أكد بأن انخفاض عدد دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية من معبر كرم أبو سالم وتعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضع العراقيل في دخول هذه المساعدات أدى إلى إصابات بالجملة وتدهور للوضع الإنساني والوضع الطبي والوضع الصحي. ففي تأكيد للسيد أنطونيو وتريش الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 650 طفل يحتاجون إلى جرعات لشلل الأطفال، وطالب أنطونيو غواتيريش بهدنة لمدة أسبوع بالتنسيق مع مكتب اليونيسيف بدخول 1.5 مليون جرعة من جرعة تنشيطية للأطفال دون سن العاشرة ليلبي احتياجات الأطفال التي تحتاج إلى هذا التطعيم. الإصابات بالجملة من تفاقم الوضع الإنساني من عدم دخول المساعدات الطبية، بالخصوص أيضا هناك العديد من العراقيل بتفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول المستلزمات الطبية. هذا بالنسبة لوضع المساعدات الإغاثية والإنسانية، لكن إن تحدثنا عن الوضع العسكري والميداني بداخل المناطق المتفرقة، فما زالت مستمرة عملية الاشتباكات المتواصلة ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتمركز لقوات وأليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى العديد من الإصابات وارتقاء العديد من الشهداء في الإصابات المتتالية من طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية والأليات على مخيم جباليا شرق قطاع غزة، وأيضا استهداف لمخيم النصيرات الذي أدى استهدافه اليوم إلى استشهاد ما يقرب من 6 من الأشقاء وإصابات عديدة، وأيضا استهداف بمربع سكني بمدينة دير البلح وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصى. كل هذه الاستهدافات وكل هذه الضربات المتتالية في المخيمات المختلفة مع تزايد التعنت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدم دخول المستلزمات الطبية هو أمر ينذر بكارثة إنسانية، وهو ما تم تأكيده من خلال التقرير الصادر من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإغاثية والإنسانية. هذا هو الوضع حتى هذه الساعة من أمام معبر رفح المصري. كل شكر لك الزميل كريم كمال مراسل إكسترا نيوز من أمام معبر رفح من الجانب المصري، جزيل الشكر لك.